السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. ودائما في اطار الوصفات ديال العيد الكبير غادي ندير معكم دي ساندويتش ديال المركز، وغادي نديرهم في الخبز ديال البيتا اللي غادي نصيبو في الفران. غادي نبداو بالخبز هو الاول. عندي هنايا 300 غرام ديال الفورص، عندي 3 المعالق كبار ديال هذا ديال زيت العود، عندي 4 غرام ديال الخميره، واحد معلقه ديال العسل، وعندي هنايا الماء دافي، وغادي تكون ملحه. بالنسبه للساندويتش واش غادي نعمرو، عندي هنايا تقريبا نص كيلو ديال السوسيس، عندي هنايا الفريز، انا عندي هذا الكونجولي، عندي جوج مطيشات اللي قطعت بحال هكا طواور، وريقه ديال الخبز حتى هما مقطعين شويه كبار، كاينه عندي الهريسه والمايونيز. هنا غادي نجيبو اناء غادي نديرو فيه هذاك الدقيق، غادي ندير الخميره، انا غادي ليا العسل، غادي ندير العسل حتى هو، قلت غادي ندير هاد الشهيوه، قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم، خفيفه ظريفه. تقدروا ديروا المغاز اللي كاين عندكم او صوصيص اللي كاين عندكم، يعني تقدروا ديروا ديال البيبي ولا ديال الدجاج، لكم حريه الاختيار. الا ما كانش متوفر ديال اللحم تقدروا ديروا هذا، المهم بعدا غير الوصفه، ومن بعد الواحد راه كيدير اللي بغى راه كيديروا في الوصفات. هنا غادي ندير هذا زيت العود حتى هي، غادي ندير الملحه، وغادي ندير الماء، غادي نزيدو بشويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه. هنا كندلك شويه العجينه ديالي فواحد المده ديال 4 دقائق، كنبقى ندلك فيها مزيان. ملي كندلكها مزيان وكتدلك ليا مزيان، كنحس بها العجينه ولات مرخوفه على هذا الشكل بحال هكا. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح لمده ديال ساعه. هنا في اناء انا درت فيه بابي سولفيزي، غادي ندير فيه هذا الفريت، وغادي ندخلها الفران اللي انا مسخنه على درجه الحراره 180 درجه، غير بما طيب ليا هذا الفريت تحمر ليا. من بعد ساعه باش خلينا الخميرات هذا الخبز يخمر باش تشوف كيف جا، غادي نديكازي على هذا الشكل بحال هكا، ندير شويه ديال الدقيق، وغادي نقسم العجينه، انا نقسمها على 6 ديال الكويرات. من بعد ما قسمتها دابا غادي نصيب الكويرات على هذا الشكل بحال هكا، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. من مورا 10 هذا 10 ديال الدقائق غادي نجيب الخبزه ديالي، وغادي نسرحها بالمدلك، غير ما غاديش نرقو بزاف على هذا السمك بحال هكا، وغنديرو في اللاطه. من بعد ما سرحت الخبيزات ديالي دابا انا ندخلهم الفران اللي مسخن على درجه الحراره 240 درجه ما بين 5 حتى 6 دقائق، غير مما يبانوا لي انهم طابوا وتحمروا وتنفخوا وغادي نخرجوا. بالنسبه للبطاطا فليتها هي وجدات، ها انتما كي كيجي كيجي من فوق على هذا الشكل بحال هكا كتشوفوا. دابا غادي نخليه نغطيه ونخليه يبرد شويه. انا هنا في الشوايه غادي ندير فيها هذا سوسيس باش نشوي، لان انا نشعل الفاخر. دابا غادي نديهم فوق الفاخر باش نشويهم. دابا غادي ندوزو المونتاج ديال الساندويتش ديالنا، غادي نحل الخبز على هذا الشكل بحال هكا، شو كي كيجي ما فيه لا البابا لا والو. غادي ندير بلوتو سود هذا الهريسه هي الاولى، الهريسه على حسب القياس ديال كل واحد كيفاش شحال كيبغي ياكل فيها. غادي ندهنها على هذا الشكل. دابا غادي ندير معلقه ديال المايونيز،
غادي ندير الخص، غادي ندير مطيشه، الفريت، ونتسنى بالماء سوسيس طابليه باش نديرو من الفوق. دابا غادي نديرو سوسيس لي طاب، غادي نديرو على هاد الشكل بحال هكا. تقدروا ديروا اي خبز واحد اخر من غير بيتا، لا ما كانش عندكم تقدروا دير تصيب هذا، ديروا باغيت ولا اي حاجه تقدروا ديروها. انا الساندويتش ديالي ها هو وجد، كنقول لكم شهيه طيبه، وموعدنا ان شاء الله كيتجدد في الوصفه الجايه. كونوا في الموعد.